مساء الخير مشاهدينا، ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج ضاحية عربات الطعام اللي نتعرف معاكم من خلال كل جمعة على المزيد من عربات الطعام والمشاريع والأفكار البحرينية. احنا متواجدين حاليا في الساحل المحاذية لاستاد البحرين الوطني، وفي هذه الأجواء الجميلة بنقدم لكم الجديد والعديد من الفقرات، وراح نبتديها مع زميلتنا زينة مصطفى. مساء الخير زينة. مساء الخير شوق. طبعا في البدايه امسي عليك وامسي ايضا على مشاهدينا قاعد تشوفونا حاليا. طبعا احنا متواجدين الحين في ضاحيه عربات الطعام في الساحه المخصصه لعربات الطعام. طبعا مشاهدينا ابي اقول لكم ان الجو وايد حلو، لا هو برد ولا هو وايد حر، تقدرون تيون تستمتعون في الاجواء الحلوه، تجربون المطاعم اللي موجوده هني، تجربون الابداعات الشبابيه اللي كل واحد فيهم قاعد يبتكر شيء خاص له، ويمكن حتى في اشياء متشابهه ولكن كل واحد اكيد له نكهته المخصصه، خلينا نقول المميزة أكثر. معي أحد المتواجدين خلينا نسولف معها أكثر، وأيضا نسألها سؤال حلقة اليوم. طبعا حلقة اليوم معنا راح تكون الضيفة الفنانة وفاء مكي، طبعا الكل يعرفها والكل شاف مسلسلاتها وأكيد الكل حبها من مسلسلاتها. راح يكون سؤالنا مخصص عن الضيفة اللي موجودة معنا في الاستوديو، لكن الحين أبي أسولف وياك أكثر. تعرفيني بنفسك؟ شريفة معك. نعم شريفة، في البداية بتتكلميني أكثر عن تواجدك في هذا المكان، أول مرة تجيني هنا؟ نعم أول مرة، والصراحة ما شاء الله الأجواء وايد حلوة والجو حلو ومساعد، يعني وايد أجواء جميلة صراحة. أول مرتين ولا كان لك زيارة من قبل هنا؟ صراحة كان لي زيارة بس يعني ما جربت المطاعم، بس إن شاء الله اليوم راح نجرب المطاعم. حلو، حاطة عينك على مطعم معين حابة تجربينه؟ تونا شايفين المنيو ماله بانز وقاعد إن شاء الله نقول بنجربه. إيش رأيك في تخصيص هذه النوع من الساحات للعربات الطعام، خصوصاً إن الحين الجو حلو، اليهال يقدرون يجون يستانسون ويغيرون جو، إيش رأيك في هاي الأماكن بشكل عام؟ والله وايد أماكن جميلة يعني الصراحة، خاصة إحنا الحين في هالأجواء والجو الجميل، يعني حلو إن الواحد الحين إحنا نبي دائماً أماكن برا اللي هو الأوتدورز وكذي، فبالعكس يعني ما تعرفين في فصل الصيف وايد صعب تحصلين تطلعين شي أماكن أوتدورز. بس الحين الواحد يستغل المكان والجو، يعني نستمتع احنا والعائله واليهال، فاجواء جميله يعني. اكيد طبعا طبعا اكيد مع تطبيق الاحترازات. زين الحين راح اسالك سؤال الحلقه. السؤال يقول شنو اسم المسلسل اللي شاركت فيه الفنانه وفاء مكي المتواجده معنا في الاستديو؟ اعطيك خيارات اللي هما مسلسل الدايه، مسلسل الفريه، مسلسل جرح الزمان. الداية. الداية صح؟ مبروك عليك، جائزة مقدمة من بي ولد 50 دينار. شكرا، يعطيكم العافية، شكرا لكم جميعا، ما قصرتم. شكرا لك، يعطيك العافية. طبعا مشاهدينا اكيد راح تكون معنا الحين متواجدة الضيفة الفنانة وفاء مكي في الاستديو مع شوق، ولكن حبيت اقول لكم خلكم معنا عشان تشوفون سؤال الثاني للحلقة، وأيضا راح يكون عندنا فقرة مميزة غير هالأسبوع نطرونا. الحين كلمة لتشوق أنت وضيفتك. شكرا لجزينة، وطبعا مثل ما قلتي الأجواء جدا جميلة واليوم الجو حلو، وفنانتنا هي فنانة قدمت العديد من المسلسلات وكان لها بصمة في مجال الفن. راح نتعرف على فنانتنا اللي شاركت في مسلسلات بحرينية وخليجية من خلال هذا التقرير، وراجعين لكم. وفاء مكي ممثلة بحرينية استطاعت أن تترك بصمتها في الخط الخاص اللي رسمته لنفسها، فكانت من أوائل فنانات جيلها اللي شاركت الفنانة حياة الفهد والفنانة سعاد عبدالله في أعمالهم. وفاء لها أعمال درامية في دول الخليج بشكل عام بالإضافة للبحرين، كما أن هدوءها لا يعكس طاقتها الفنية الكبيرة اللي شفناها في العديد من الأعمال التراثية والمعاصرة. تختار وفاء أدوارها بعناية، فهي مع الكيف على حساب الكم. We'll be right back.
مشاهدينا كلنا تابعنا وحبينا فنانتنا وفاء مكي اليوم اللي اليوم نورتنا في الاستوديو. مساء الخير وفاء. مساء الخيرات حبيبتي، مشكورة على الكلام الراقي وشكرا على التقرير الحلو. رجعتونا لأيام زمان الصراحة، يعني الأعمال اللي عرضت وايد قديمة قبل تقريبا بعضها قبل حتى 10 سنوات. هذا حلو ان احنا بدينا من مسيرة جدا قديمة وليل يوم، يعني نحن حبينا ان نبين الفنانة موجودة رغم اختفائك. رغم اختفائي دائما يسألوني انت مختفية، يعني كذا لقاء انا طلعت فيه. فترة انا اللي وقفت فيها يعني يمكن 4 سنوات اعترف، يعني غلط. فترة طويلة يعني يمكن قبل لا انا اوقف قبلها ما كان في سوشيال ميديا. ما تحسين ان انت ظلمتي يعني روحك؟ انستغرام ذي ظروف العائلة، يعني منها يعني الزواج، منها يعني انا جبت لي بنت صغيرة وكذي، تعرفين تربية اليهال شوي. فـ4 سنوات من عقبها حبيت ارجع، لقيت راجع صراحة صعبة. خلال الـ4 سنوات سوشيال ميديا طلعوا فنانات جدد، طلعوا الفاشينيستات، تلاقينهم هم فاشينيستات، هم ممثلات، هم مذيعات، هم في البرامج مني ومن في كل مكان، فاخذوا كل شيء. فمثل ما تقولين القوه يفرض نفسه. انا حتى لو قلت انا موجوده وانا بس يعني يمكن احنا مال يعني على قولتهم انا ساعات ينادوني انت مال زمن الطيبين وكذي. انا على فكره انا وايد احب الكلمه، ما عندي مانع فيها، عشان كذي يعني وهذه يبين الاصاله اكيد، يعني اذا انت من الزمن الطيبين فانت من الزمن الاصيل. مثل ما تكتب لي حتى التعليقات تحت اي بوست مثلا في الانستغرام لما انزل، انت للحين عايشه زمن الطيبين، انت موجوده. فبالعكس الكلمه انا استانس عليها، يعني انا لي فخر ان انا اكون من زمن الطيبين. الزمن هذا شوي صعب، يبي له اللي يعرف له. انت اليوم السلاح موجود بين يدك مثل ما يقولون، التليفون. هو كثر ياثر عليك. انا مو بقويه في السوشيال ميديا، يمكن اللي يتابعني يعرف ما عندي خبره في السوشيال ميديا، ما عندي خبره في وايد برامج، ترى انا حق يمكن سناب والانستغرام واللي مسويتهم بنتي. يعني لو ينقفل الحساب والله شو مستحيل اراجعه، لازم بنتي تسوي لك اياه. تسوي لي ما فكرت ان انت مثلا تقوين نفسك في هذا المجال، خصوصا انه هو يعني اليوم هذه السلاح اللي انت تستخدمينه مثل ما ذكرت اليوم، دور وسائل التواصل تساهم كثير في انتشار الانتشار، واكيد خصوصا ان انت عقب هذه القطعه الطويله تحتاجين ان انت تفرضين نفسك على الساحه، خصوصا ان الوضع الحالي الكل يعني الكل موجود. انا بقول لك انا استغليت حسابي في الانستغرام او في السناب في دعم المشاريع المنزليه، في التركات، في يعني نساعد الناس اللي يكلمونا مثلا حق ننشر مثلا لهم مساعده، احط اعمالي بس استغليتها مثل ما تقولين في هاي الشيء. وما دام انت ذكرتي في دعم المشاريع، اليوم انت متواجده في ضحيه عربات الطعام، كلمينا عن الاجواء الموجوده في هذا المكان الجميل. طبعا هاي المكان اول ما استوى انا كنت من اول الحضور، لان احنا الموجودين اغلبيتهم ترى ربعنا، والاغلبيتهم احنا واقفين معاهم وندعمهم في السوشيال ميديا، مو بس انا يعني كذا فنان كذا فنانه، يمكن انتم من قبل سويتوا لقاءات مع بعضهم وانا شفت لقاءاتكم وكذي. بالعكس احنا معاهم يعني في كل خطوه، في اي مكان هم راح يكونوا متواجدين. ساعات يعني مو شرط انا اكون متواجده معاهم لدرجه انه يعني انا مثلا بعضهم ربعي ما يحتاج مثلا انا اكون موجوده عشان اتعشى واصور لهم الاعلان وذي، حتى اذا انا موجوده في البيت يا فلان اذا عندك شيء جديد حاب تنزله بس كلمني وانا بنزل لك يعني لك اعلان وكذي. وبالعكس ندعمهم واحنا ربع، ما يعني بالعكس نوقف معاهم. نوقف ويا الكل بالتاكيد، المشاريع البحرينيه تستاهل، ومثل ما انت قلتي ان الدعم مو بشرط ان انا اكون موجوده واقدم لك هذا الدعم. اليوم بعض الناس يقول لك والله عشان انا ادعم المشروع الفلاني انا باخذ عليه مثلا مردود مادي مبلغ، او مثلا لازم انا اكون موجوده، او بعضهم يعني انا ما اقدر يعني اتكلم عن الكل، لازم انا اكون موجوده واتعشى ويا ربعي وذي علشان اطلع قيمه الاعلان وذي. لا ما له داعي، انا يعني اللي اعرفهم اللي انا كلوز معاهم ويمونون عليك ويمونون علي، حتى لو انا ما جيت عندكم شيء جديد في التراك تبون تنزلونه
خبروني وفاتر احنا مسوين وجبه جديده حابين نعلن عنها وكذي نشري لنا عادي انشر ما فيها اي مشكله. وهذه يعني يمكن اقل ما الواحد اقل شيء الواحد يقدر يسويه. بالعكس احنا يعني لازم نوقف مع بعض صح، لازم يعني بالذات احنا الفنانين لازم نستغل حساباتنا في هاي الشيء. يعني لمتى بنحط يعني الناس مو محتاجه تشوف صورنا 24 ساعه او يوميا نحط صور او يوميا نحط فيديوهات حقنا او مثلا اعمالنا، لازم ننوع يعني حلو الواحد ينوع. انت فنانه من جانب اخر يعني انت ما تبين تكون الظهور الاول لك مثل ما يقولون، لكن انت تحبين انه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي انا معروف عني ما احب الشو ولا احب اللي انا اكون مثلا مثل ما يطلعون بعض الفنانات ابين حق الناس ان انا سوبر ستار ولازم انا هاي حسابي، لا ما عندي اي مشكله. حتى بعضهم يعني لو بتلاحظين حسابي اعلانات يعني مو بس على الاكل، اي مكان اي شيء اي شيء بتشوفيني اي يحتاجين على طول اروح، اذا يعني الشيء يطلبنا وجودي اروح ما عندي اي مشكله. يعطيك العافيه على الدعم اللي تقدمينه للفنانه. يعافيك حبيبتي. فنانتنا شلونك ويا الطبخ؟ شو وضعك ويا؟ ما بقول فنانه بس اطبخ زين يعني. انا اللي اعرفه ان انت لج في هذا المجال، ما فكرت ان تفتحين لج مثلا فود تراك؟ لا والله انا ما فكرت، بس اشجع اللي يفكر يعني يفتح، لان ما شاء الله ترى المشروع حلو وناجح وخفيف مثل ما تقولين، بس انه يبي له يعني يعني مش تباشرين وتقعدين وتشوفين كذي. ما فكرتي مثلا ان زين ما تبين في مجال الطباخ مثلا ما بتسوي فود تراك، سوي لك مثلا بزنس صغير على صوب؟ ما لا مو كلش مو بصوبي اني افتح مشاريع ولا شيء، بس ما شاء الله انا ملاحظه بنتي فيها دي يعني قاعده تشجعني امس بكلمتني، هي الحين توها فاتحه لها مشروع مسويه تسوي في بوكس تحط فيه هدايا منوعه يعني، ويكون البوكس جاهز كهديه يناسب يعني الجنسين. فبالعكس انا شجعتها ونزلت لها حتى اعلان في حساباتي وكذي. الحين اشوفها ماما دشيني اي مشروع انت نص وانا نص. قلت لها لا ما افكر. بس حلو ان المشروع يكون بين الام والبنت. انا للحين ما سالت شنو تبين انت المشروع، بس يعني قلت لها المشروع انت سوي بروحك وانا يعني صراحه ما افكر. وانت بتكونين لها خير. راح ادعمها أكيد يعني هي بنتي وراح ادعمها. اليوم هذه الجائحه اللي اثرت على كل بلدان العالم اكيد غيرت في الكثير. يعني في شخصية الإنسان، حياته، طبعه، إيش كثر غيرت فيك هذه الجائحة؟ يا ربي شو أقول لك؟ يعني وايد قمنا نحاسب في طلعاتنا، نحاسب في جمعاتنا، يعني نخاف على الأهل، نخاف على اليهال عندنا في البيت، كبار السن هم عندنا في البيت، زيارات قلت. ما اقول لك احنا اختنقنا يعني ساعات تجينا ايام حبسه في البيت حبسه وما قدرنا ما نعرف وين نروح، هني ممنوع هني ما ادري شنو وهني حتى لو رحنا هالمكان ما بنستفيد منه، الالعاب مسكرين ما ادري شنو، ما يصير ندش المطعم ما يصير الا بحدود اللي فيعني ما لنا الا نشتري ونقعد في البيت، نشتري عشاء ونقعد في البيت او نطلع نتمشى اماكن مفتوحه وكذي، هذا مقزرينها الحمد لله. هذه الحياه يعني اكيد هذه الجائحه أثرت على حياتنا بشكل كبير، وهذه الجائحة مثل ما يقولون خلتنا نعيد ترتيب حساباتنا. نعيد أصلاً ترتيب حسابات أشياء وايد يعني ما قلت في أشياء يعني حتى إحنا ما كنا حاسبين لها ألف حساب، بس يعني كتبت ربك مثل ما تقولين وإن شاء الله هاي الأيام تعدي على خير إن شاء الله. شنو أعمالك القادمة؟ حالياً كان المفروض أصور عمل في الكويت بس الله ما كتب بسبب مثل ما قلت لك كورونا، ما صار لأن شوي بعد هناك في الكويت شوي مشددين لازم أكثر. لي أي حد يجي من برا الكويت يقعد 15 يوم حجر. هذه الحجر أكيد فترة صعبة. الحجر إي أنا مثلاً يعني إذا أنا باسكن في الفندق على حساب المنتج 15 يوم بتكون خسارة، لا ماكلة شاربة قاعدة بدون شغل 15 يوم حرام أخلص فيها نص العمل فما قدرت أشتغل. ان شاء الله نشوف يعني هاليوم ان شاء الله مستقبلا. ان شاء الله مستقبلا. وشلونك ويا المسرح؟ المسرح وحشني، المسرح صدق وحشني يعني اتمنى انه يعني على الاقل العيد اللي بيي
يكون يعني خلصنا من سالفة كورونا ونقدر نعرض مسرحيات، لأن كان العيد اللي طاف المفروض تكون عندي مسرحية تأجلت، إن شاء الله تتأجل لها العيد إن شاء الله. إن شاء الله إن هي تكون يعني من الفعاليات الحاضرة. إن شاء الله بالعكس أنا أتمنى يعني ما قدرنا نسويها بسبب كورونا، تأجلت تكنسلت غير شهر، فننطر إحنا إن شاء الله، مع إنه ما أعتقد إن هالعيد بعد إنه بتكون في جمهور، لأن المسرح لازم يكون جمهور حاضر وشيء صعبة إذا الوضع مثل ما هو، ممكن صعبة يعني نسوي مسرح، لكن إن شاء الله لين شوي هدت الأمور وخفت بإذن الله. يعني المسرح غير التلفزيون، تصوير مسلسل شوي، فنانين هذا هم المحددين وكذي، مو يعني حتى احنا في المسرح غير، بس احنا مشكلتنا الجمهور. الجمهور والجمهور اكيد لازم يكون عدد كبير، ودائما المسرحيات في البحرين ما شاء الله المقاعد تمتلي، تعتمد على الجمهور. اي يعني احنا يعني مهرجان الشيخ خالد تكنسل السباي الموضوع، يعني انا كان عندي مسرحيه في مهرجان الشيخ خالد، كان مفروض نعرضها المسرحية بس تكنسل المهرجان كامل بسبب يعني كنا بنعرض أونلاين بدون جمهور، بس حالات المسرح بجمهورة ما صار إلا ما صار. بقول لك كلمات وجاوبيني شنو تعني لك هذه بكلمة واحدة؟ التمثيل. التمثيل مثل ما يقول لك نصفي الثاني. الأمومة. الأمومة الأمومة يعني شيء كبير في حياتي. البحرين كلمة يعني ما تنوصف، ما أقدر يعني أوصفها لك بكلمة حتى، يعني البحرين هي الأم، هي الظنة، يعني ما أدري إيش أقول لك. البحرين أكيد ما تنوصف بكلمة، ما تنوصف بكلمة مستحيل. الداية. الداية الله يسلمك هو العمل اللي كون اسم وفاء مكي، رفع اسم وفاء مكي فوق. والعمر. العمر يمضي. العمر يمضي. وعاد شو يقول العمر؟ ما شو احنا ما شاء الله انت قلبك خضر وتوج صغيره، أهم شيء في الحياة هي هقة ما جاملك. يلا مو مشكلة، يقولون أهم شيء الشكل. لا الحمد لله أنت جميلة. أهم شيء في الحياة عندك شنو؟ أهم شيء في الحياة إن الواحد يكون إنسان متسامح، طيب، يساعد الناس، عائلته. عندي سؤال، يمكن سألتي هذا السؤال من قبل، بس أنت ليش مقلة في ظهورك إعلاميا؟ فعلا سألت هذا السؤال، ما أحب يعني مثل ما يقولون بعضهم، يقولون يعني حتى في بعضهم يقولون إيه والله فلانة تكلمت عليك فلان. أنا من النوع اللي ما أحب ألعلع، ما قلتها في التقرير هادئة، فأنا طبعي هادئة، والسوشيال ميديا يعني ما اقدر اطلع فيه وانا مثلا وايد اسولف وايد، يعني اذا بنزل شيء مو بس شي السوشيال ميديا، انا اتحكي حتى عن الاعلام العام، يعني فعلا صار ما اقدر انا اشتغل اي شيء. يعني انا وصلت لمرحله يعني قبل بداياتي ممكن اشتغل اي شيء بس عشان ابي اطلع، ابي عشان يقولوا له هو فوز اشتغلت هني واشتغلت هني واشتغلت هني. الواحد ياخذ من الشهره، يكون له اسم، يكون بس تقل اعماله. يعني اذا ما يعني الشغل يعني زين، دور حلو، شخصيه حلوه، مسلسل قوي، ما راح اشتغل. يعني اقعد في البيت احسن لي، احافظ على المستوى اللي انا وصلت له احسن من ان انا اشتغل اي شيء. وشنو امنياتك لهذا العام؟ امنيتي انه يعني يأم الخير والسلام على جميع الدول، ترجع الأمور مثل ما كانت، يعني نوع الموضوع. إن شاء الله تكون سنة خير عليك يا رب، وتكون سنة مليئة بالأعمال القادمة يا رب. إن شاء الله يا رب. وخطوة لمجال الفن والسوشيال ميديا بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله يا رب، الله يسمع منك. أنا يعني لما حاولت مثل ما قلت لك إن أنا أطلع، صار موضوع الكورونا وايد، يعني يمكن خسرت 3 أعمال يعني، بس الحمد لله بعد أنا متفائلة خير.
وإن شاء الله نكون حسن ظنكم وعند حسن ظن الجميع، وإذا في شيء إن شاء الله راح تكونون أول ناس يعني على دراية فيه إن شاء الله بإذن الله. شاكرين لك حضورك اليوم ويعطيك العافية، ما قصرتي. يعافيك حبيبتي، تسلمين. الله يسلمك. مشاهدينا صار وقت ان احنا ننتقل حق زينة، وراح نتعرف وياها على احد المشاريع الموجودة في هذه المنطقة وهو The Mexican Corner. خلونا ننتقل حق زينة ونشوف الأجواء عندها. شكرا لتشوك. طبعا رجعنا لكم في الضاحية المخصصة لعربات الطعام في استاد البحرين الوطني. طبعا شوك هذه الفقرة كل اسبوع راح تكون موجودة معنا عشان نتعرف على العربات اللي موجودة، نتعرف على الأطباق اللي يقدمونها او يمكن التميز اللي يقدمونه في ضاحية عربات الطعام. طبعا اليوم معنا مشروع او عربة اسمها The Mexican Corner، تقدم يمكن البوتيتوز او الآلو اللي احنا متعودين عليه، الكورن اللي هو الذرة، والهوت دوغ أيضا. شكرا. thank you. طبعا يا بولي تقريبا أغلب اللي موجود عندهم في المحل اللي هو الناتشوز اللي طبعا كلنا نحبه، يكون مكون من بوتيتو تشيبس والصوص وغيره، وأيضا عندنا البوتيتو كورن دوغ اللي هو آلو مغلف بالداخل يكون في هوت دوغ، وأيضا هني نفس الفكرة ولكن بجبن. طبعا هني جايبين لنا، خلينا نجرب مع بعض. هاي اللي يحبون الصوصات على الأغلب وايد بيحبونه، يعني المكان جدا مميز بحيث ان الكل يقدر ياكل ويجرب الاكل هني. يمكن الكبار بيحبونه والصغار ايضا بيحبونه، لان اغلب الصغار يحبون الشيبس، وطبعا هو جامع كل شيء، الشيبس، البوتيتوز، حتى ال خلينا نقول ذي الشيبس اللي احنا نعرفه تعرفونه زين. كل الاطباق متنوعه، كل الاطباق حلوه ان احنا نجربها، ابداع جديد. او يمكن ذي اللي معروف عنه اللي هو الامريكان ستريت فود، الاكل اللي احنا عاده نحصله في شوارع امريكا صار عندنا موجود في البحرين، مصنوعه بايادي بحرينيه. البحرينيين قاعد يحاولون انهم يحطون بصمتهم في هذه الاكلات الجديده اللي يمكن خلينا نقول اول مره ان احنا نشوفها، واللي حلو ان احنا قاعد نشوفها من ايادي بحرينيه. طبعا هني الناس، خلينا نذوقه، قلت لكم بذوقه وما ذقته، نسيت. هذه اللي يحبون الجبن ويحبون الالو يقدرون انهم يجربونه، لانه راح يحبونه اكيد بس حار شوي، فاليهال لا يجربونه، الكبار اكيد يجربونه لانه صوصي وايد، وايد في صوص، وايد في جبن. اللي يحبون السبايسي والاكل اللي يكون في صوص يكون جوسي اكيد اكيد راح يحبونه، واكيد الاتشار اتوقع كلنا نحب الاتشار. اوكي، وعندنا هني بعد، خلينا نشوف شنو عندنا هني. هذه الكورن دوغ، اي خلينا نشوفها. الله، متروس جبن. هذه كورن دوغ موجود داخله اللي هو النقانق والمغلف بجبن، خلينا نجربه. وايد حلو ذي، هذه وايد حلو، ينفع حق الكبار والصغار، واتوقع الاصغار وايد بيحبونه لانه شكله جديد وسهل انه هو ينأكل. فاللي يحبون الجبن ويحبون الساسج واللي يحبون الذرة أكيد راح تعجبكم الأطباق، تعالوا جربوهم أكيد راح تحبونهم، لأن مشروع بحريني بحت، مصنوع بأيادي بحرينية، فكرة جديد، فكر جديد، شيء جديد أول مرة احنا نشوفه. أكيد أنصحكم أنكم تيون. المكان موجود في ضاحية عربات الطعام أكيد تعرفون، ولكن اسم المكان The Mexican Corner تحصلونه على الجهة اليمين من الضاحية. أكيد راح تستمتعون في هذه التجربة الحلوة، أكيد راح نجرب لكم أشياء جديدة الأسبوع الجاي، وأكيد راح نكمل معاكم في أسئلة فقرة اليوم أو حلقة اليوم. ولكن الحين أتوقع شوق صارت الكلمة لك. We'll be right back.
يعطيك العافية زينة، ما شاء الله الأجواء عندك جدا جميلة، وهذا المشروع الجميل اللي اليوم قدمتيه، وبانتظار المشاريع القادمة في الفترة الجاية. اليوم معانا مشروع عرب الطعام مميز وفريد في طرح أفكاره، دخل في هذا المجال بعد دراسة عميقة في إدارة المشاريع التجارية، رغم عمر المشروع القصير إلا أن هذا المشروع حقق نجاح باهر وملفت للأنظار. خلونا نتعرف أكثر على تشيك بوم من خلال التقرير اللي أعد زميلنا عبد النبي الجردابي، ورجعي لكم وراح نتعرف على المشروع بشكل أكثر. والمشروع من بداياته طبعا كانت فكرته متميزه بان الدي اي يك فريش بكل بساطه. انت دائما لما تشوف فود تراك او تروح اي مكان فاست فود اكل، يعني ما يك الاكل فريش، فهو فريش، ما عندهم فروزن، فري رينج، نون جي ام او، ما في اي هرمونات اي شيء، فانت عارف ان الاكل عندك جوده، ذو جوده عاليه، وفي نفس الوقت في صوصات متعددة، فالصلصات مختلفة اللي صار لها يعني تكوينها أكثر من تقريبا 5 إلى 6 أشهر في إعداد هذه المكونات، واللي هي منها ساذرن تشيك، كوريان اللي هو البست سيلر حاليا، في السبايسي، في العادي، على ذوق الناس. واحنا يعني هم بعد في نفس الوقت يعني قاعدين نشوف تجاوب المستهلك والناس شلون شو اللي يعجبهم، وقاعد هم بعد نطور من نظرة المشروع، وخصوصا انه يعني المشروع تأسس على هيئة تراك، وهو شيء يعني الفرد البحريني الحين لما يكون عنده هذه القدرة يفتح له مجال العمل ويطور من سوق، يعني شبابنا الحين رواد الأعمال في تأسيس مشاريع عديدة، وخصوصا تواجد نفس هذه الأماكن الفود ديستريكت وإلى آخرها، يعني ما شاء الله في أماكن متعددة في البحرين تسمح حق رائد الأعمال أنه يأسس مشروعه بنجاح. رجعنا لكم مشاهدين من بعد هذا التقرير، وراح نتعرف معاكم على مشروع تشيك بوم مع ضيفنا في الاستوديو يونس علي. هلا ومرحبا فيك. اهلا بيك، كيف حالك؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك، شلونك؟ الحمد لله الحمد لله. شلون اليوم جايب لنا اشياء جدا جميله؟ ايه، احنا طبعا نتخصص في الاجنحه الدي اي، طبعا تشيكن وينجز. خذينا الناس يستغربون ليش تخصصتوا في شيء وايد متخصص، يعني هو صح عاده ستارتر ولا شيء يعني ناخذه اون ذا سايد، مو بوجبه. فاحنا شفنا انه في السوق في مجال التحسين في التشيكن وينج سكشن، ولا كفكرة. طبعا بدأت خذرنا تقريبا 5 أشهر ندرس ونحاول ناخذ النكهات لمراحل اللي احنا نبي نوصلها للمستهلك، طبعا من ناحية الجودة، من ناحية التيست، من ناحية الكواليتي نفسها. فالجودة نفسها كانت شيء، يعني كانت عندنا هذه الشغلة انه اهم شيء نوصلها للمستهلك نفسه. اكيد، لان جوده البرودكت نفسه أكيد راح يقدم حق الزبون وراح يخليه يرجع لك مره ثانيه. أكيد. بنتكلم عن تشيك بوم، ايش معنى اخترتوا هاي الاسم؟ طبعا الاسم غريب، كل واحد يسالني شنو تشيك بوم. طبعا الاسم نفسه مركب، صح؟ طبعا بوم بشرح لك عنه، موبايل قنبله ولا شيء، احنا حطيناها بطريقه، الفكره من البوم ان الطعم نفسه او النكهه نفسها نبي يكون بوم. أوكي. فتداولت بين الشباب وبين طبعا المؤسسين المشروع، فاستعملناها وحطينا تشيك ازن مختصر للتشيكن اللي هو الدي اي طبعا، وشبكناهم وخلقنا تشيك بوم، وصار اسم مركب حلو اكيد يوصل الفكره اللي انتم حابين ان انتم تقدمونها من خلال مشروعكم. أكيد بالتاكيد. أكيد. بنتكلم عن سلوجن عندكم. أيه. هذا السلوجن هو Every day is a Friday. حلو. ايش معنى اخترتوا هاي السلوجن؟ حلو. طبعا هي مقوله مشهوره، خلينا نقول موجوده في كذا في الغرب اكثر شيء استعملوها طبعا. فاحنا حسينا ان زين شلون نقدر نحتويها هذه السلوجن
every day is Friday لأن يوم الجمعة is Friday ونفس الوقت فراي أزن نقلي فخذيناها بطريقة إن إنزين أنا بحط سلوغن معين أو تاغلاين مثل ما يقولون إن أجذب الكاستمر يلي تقريبا كل يوم كل يوم هذه الهدف طبعا ونحاول نجيبهم كل يوم ليش لا وأكيد من خلال اللي تقدمونه أكيد في ناس يجونكم ويتعنون لكم بس عشان التشيكن ويجز اللي أنتم تقدمونه هاي استغربت طبعا لما نزلنا المشروع ونزلنا هني طبعا في الساحة شفنا ان صار عندنا الزبون المتكرر في ريتيرن كاستمرز وصل الحمد لله وصلنا لهالمراحل وهذه كانت من الاستراتيجيه اللي حطيناها حق المشروع ان الهدف الاولي ما نبي نبيع بكثافه ولكن نبي ريتيرن كاستمر صح لان احنا نؤمن ان اذا في زبون ردلي يعني هذا قاعد يكلم 5-6 اشخاص وتبتدي نتورك بين الحوادث. بنتكلم عن مجال دراستكم لهذه المشروع اكيد فتره قصيره مثل ما انت ذكرت وكلمنا شلون بدات عمليه دخولكم شلون رتبتوا افكاركم حق دخول مجال عربات الطعام. حلو طبعا اول شيء كنا نحاول مثل ما قلت لك ندور اختصاص طبعا المنيو الاصلي اللي تكتبوه شيء كبير ولكن احنا خذينا نكهه من المنيو وابتدينا فيها وش سوينا من ناحية الدراسة اللي سويناها لاحظنا ان عدد الفروزن تشيكن او الدي اي الجمل لفترة طويلة متواجد في كل مكان صح لكن احنا قلنا نبتدي نبتعد عن هذه الشغلة فاحنا عندنا فريش وينجز اللي هو فريش كل يوم يجينا طبعا ما بقولش من وين لان هاي سر المهنة سر المهنة ما تشاركنا اياه لا كلش صعبة وايد صعبة 15 صار لنا فخذينا الفريش اسبكت من التشيكن وينجز وقمنا نقدمه طبعا هذه كانت يمكن اصعب مرحلة. شغله ومرحله ان مرينا فيها ويا تشيك بوينت بالتاكيد طبعا منتجاتك مميزه وانتم تقدمونها مثل ما ذكرت الناس دائما يشوفون التشيكن وينجز على او اجنحه الدجاج على انها هي از ستارتر ولا مقبلات شلون عكست هذا الموضوع وخليته انه هو شيء مميز والناس تتعناله وغيرت هذا المفهوم يمكن تجاوبني قبل شوي ولكن نبي نتعمق في الجواب بشكل اكثر حلو. المشكله ويا التشيكن وينجز في ذات حاد طبعا شيء صار يكون محدود في فكر الناس صح. احنا اللي قاعد نشوفه وقاعد نلاحظ الناس اللي كلها تروح تفتر وتشوي وفي باربيكيو صوص وصار الصوص هذه شغلتين احنا كنا نبي نحط طبعا شلنا الباربيكيو صوص لان هذه احنا بنشتغل عليه واحنا مثل ما قلت لك الصوص نسويه خلطات ما في شيء معلب فكل يوم مثل ما يجينا الدياي احنا الصوصات نسويها فروم سكراتش مثل ما يقولون احتوينا هذه الفكر ان انزين انا ببتعد عن النكات المتداوله بين المحلات وبتميز فيعني وصلنا لمرحله ان في مدار اسبوع 3-4 مرات ناكل تشيكن وينجز متنا ولكن الحمد لله طبعا فضل الله وصلنا عقب 5 أشهر ل يعني احنا نحس هذه الجوده اللي احنا نبيها للزبون وبين يعني كل نكهه تختلف عن الثانيه ما في شيء متكرر حتى المحتويات ما تتكرر وقدمنا منيو ملخص 5-6 نكهات مختصر وجميل بالضبط وكل نكهة لها شخص معين أنا بسألك سؤال يمكن هذه من الأسئلة اللي يمكن ما بتنسألها أنت كشخص إنه الناس اللي تحافظ على وزنها تقول لك والله الشيكن وينجز فيها وايد فات صح اكيد انزين ما فكرت تسوون شيء حق الناس مثلا هيلثي اللي يسوون دايت انه يكون لو فات مثلا طبعا هذه ضد السلوغن افري داي فرايدي لا سووا جرل سوينا طبعا في اشياء وايد مثل ما قلت لك المنيو كبير تكون تقريبا من 15-20 ايتم ولكن احنا كنا نبتدي مثل اختصاص من ناحيه الاكله او الشاي حق الدايت غير عن الدي اي الاجنحه نفسها الصدور از ار بونلس فاللي بدون العظم الاوبشن اللي هو الصدور وهذه شغله بعد طلعت عاده الناس تتخوف من ناحيه البونلس ولكن إيه؟ لانه فريش يكون طري ويكون فيري فيري سوفت يعني يكون تندر فيري فيري تندر اوكي
في مثلا كيدز ميل وعندكم وجبات الاطفال، كلمنا عنها اكثر. طبعا وجبه هذه الكيدز ميل باختصاص، كنا نركب المنيو ذاك اليوم اتذكر، وقلنا في شيء ناقص يعني فور شور، اللي هو كيدز ميل. الكيدز ميل نفسه كان في زبون قبل اسبوع اتوقع يعني كان مشتري حق العيال، وكانوا ما شاء الله 3 ولا 4، فشروا لهم كل واحد، وهذه اللي راد لي مره ثانيه يصير طول العمر بغيت 2 زياده. قلت له خير صار يسوي له الكيدز ميل مالك، انا خلصته وهاي حق. فالكيدز ميل طبعا مو بس حق اليهال مثل ما يقولون، لا لا بالعكس، لان كل الدي اي نفس الشيء فريش، طبعا بيكون بونلس بدون العظم، وطريقه البرزنتيشن ماله يكون عندك 4 قطع والفرايز، والسعر كلش كلش معقول. طبعا احنا نلاحظ بعض الاسعار الموجوده في السوق ونحاول نطلع منها ونحاول نكون في نفس الافرج. اي بالضبط. بنتكلم عن الفيجيتيريان، ما دام احنا قلنا الناس اللي لو شو اسمه لو فات والناس اللي تسوي دايت، اكيد بنتكلم عن الفيجيز بعد. اكيد اكيد، هو هذه من الاسرار وانت قاعد لازم لا تحاتي يعني لا ليش لازم لا نشوف نراوي الناس. الحين احنا في مرحله تجريبيه ويا الفيجن وينجز، فضحتهم كلهم. الفيجن وينجز طبعا اصعب من الدي اي بكونه شنو التكوين شنو نستعمل لان ما تقدرون تاخذون دي اي، فانتم لازم ناخذ دي اي تعطون نفس الطعم بالضبط، ولكن بالنكهات. طبعا النكهات تساعد على الفيجن وينجز، ولكن قلنا انزين شنو هو، فعندنا كذا شغله قاعد نشتغل عليها، وعما قريب اتوقع على الشهر الجاي ان شاء الله شهر 2 ان شاء الله بنطلق الفيجن وينجز ان شاء الله. وحلو ان انت صرحت في هذا الموضوع من خلال برنامجنا. بنتكلم عن المنيو اللي عندك او مثلا قائمه الطعام. عندك كوريان تشيكن، كوريان تشيكن وساوثرن، وعندك البيرثدي سوت. ايه هاي الاختيارات اللي انت حطها. حلو انزين، ايش معنى بيرثدي سوت عشان انا نشرح؟ طبعًا يعني طبعا احنا طريقه لما خصصنا المنيو قلنا نبي نعطي نكهه حق كل شخص، ففي شخص مثلا ما يستحمل الحار ولا شيء السبايسي، صح، فبدينا من البيرثدي سوت اللي هو الاجنحه عليها بهارات طبعا خلطتنا احنا، وتختار اي صوص تبي اون ذا سايد. فبامكان الشخص كان يعني مبتدي في الوينجز فياخذ مثلا النكهه الفلانيه ولا هذه النكهه ويجرب علشان يصير شويه جراه انه يروح لحرارات أكثر. اي اكثر. طبعا الكوريين اكبر يعني هاي الاستغرام، هاي البست سيلر عندكم، هاي البست سيلر، وهذه اصعب نكهه يعني، هذه طولت وايد وايد وياي يعني. شنو تعتمد على شنو خلطتها؟ جوجوجانج، ففي في في بيست كوري، طبعا مسوينه من تشيلي نفسه. اوكي. ويتش بيست، ولازم احنا ناخذه من مكان معين في البحرين متواجد عندنا طبعا، وينتهي يعني بطريقه مو طبيعيه يعني الاوت اوف ستوك على طول، فاحنا نحاول نشتري بكميات عشان نخليها حق الكوريين. فهذه النكهه مختلفه عن النكهات الباقيه اللي موجوده في السوق. فهاي اللي يميزكم ان انتم تطرحون اشياء جديده، اشياء مستغربه. في ناس مثلا يقول لك انا احب الشيء وايد سبايسي على سبيل المثال، فهل انت سويت له شيء يناسب ذوقه؟ اكيد اكيد. انت ذكرتي الساذرن، والساذرن هي النكهه لحد الان الاحر. طبعا سدر مو بسوس، تعتبر عن دراي رب اللي هو بس البهارات وبعض الاشياء. طبعا ما بعطيك كل النكهات اللي شنو المحتويات انا. انت ما بتعطيني سر الخلطه. انا احاول اي نخشهم تحت البيت يعني، ما ارقد ويا الجسم ويا الانجريدينتس ويا الريسيبيز. فالساذرن تشيك اللي هي احر شيء، ولكن في المستقبل عندنا منيو متخصص للناس اللي يحبون الحراره اللي وايد عاليه طالعه يعني سبايسي. واحس هاي حلو حق الناس اللي تسوي مثلا يوتيوب تشالنج ولا انستغرام تشالنج، فهاي احس من الافكار الحلوه اللي راح تسوون كذي. هذه كل الاسرار قاعد تطلع على الشاشه. كني قاعده وياكم. شكلي. في شيء. بنتكلم عن دخولك هذه الضاحيه، انتوا بديتوا في فتره جدا وجيزه مثل ما يقولون، وحققتوا اللي انتوا كنتوا تطمحون له من الاساس، فكلمنا عن الدور الضاحيه عربات الطعام. طبعا الحمد لله رب العالمين، انا اعتبر هذه المنطقه يعني الضاحيه هذه كبلاتفورم. الهدف من البلاتفورم انه يبرز الشباب البحرينيين اللي يحاول
في نكهات او يتخصص في اشياء معينه. فهذه الضاحيه اعطتنا الفرصه ان نقدر نبرز ونطلع ونتحدى، خاصه التحدي في برودكت مثل الاجنحه وايد متخصص. ولكن راويناهم طبعا الزبائن لا، ان عندك هذه النكهات، وفي ناس تستغرب ان التاي هارد كنكهه تايلانديه شلون قدرتوا تحطونها فيها. فهذه مثل ما قلت لك هي مو بس ضاحيه للعربات انها توقف، لا بالعكس هي تجذب البحرينيين اللي يدورون على فرص علشان بس يبرزون القدرات اللي عندهم. وما دام ذكرنا الضاحيه فاكيد احنا لازم نتكلم عن المبادره اللي قدمها لنا سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد على انهم يوفروا هذه المساحه والدعم اللي هم قدموه. كلمنا ايش كثر تعني لك هذه المبادره؟ طبعا مو بغريبه على سموهم. سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد اعطونا في طريقه الفكر بتعمق فيها بعد شوية. مثل ما قلت لك إن الضاحية بلاتفورم، السمو الشيخ خالد قدر يبني بريف اف سي كبلاتفورم ثاني علشان يطلع مواهب بحرينية، وسمو الشيخ ناصر ياب ايرون مان وقدرنا نطلع مواهب بحرينية. صحيح. فأنا أشوفها الفكرة اللي حبيت أوصلها لشباب البحريني إن هذه مو بس مكان إنك توقف العربة وتحاول تجذب الزبائن، لا هذه مكان ساحة لتعطيك الفرصة ان توصل العالمية، ليش لا؟ فالشكر الشكر الشكر الدائم طبعا لشيوخنا ومو بغريرة عليهم كلش. بالتأكيد، وهذه اكيد من المبادرات العديدة اللي قدموها لنا وحق المشاريع وشباب البحريني. بنتكلم عن منتجاتك، هل راح تغير مثلا في المنيو في المستقبل القريب العاجل؟ طبعا المنيو مثل ما ذكرت لك كبير، ولكن احنا الشغله الثانيه اللي جايه طبعا بعد ما بعلن عنها هي كلها في الدياي. لا بعد لازم تقول لنا قبل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا المرحله الثانيه ان شاء الله بيكون الفرايد تشيكن، وهذه هاي شغله اكبر، وطموحنا طبعا ان نستولي على التشيكن وينج السوق في البحرين والفرايد تشيكن سوق في البحرين بعد، وان شاء الله بعد من هناك ننطلق ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه، واحنا نتمنى لكم التوفيق يا رب، واكيد احنا نفتخر بهذه المبادرات الشبابيه اللي انتم تقومون فيها. فيعطيك العافيه وشكرا لك على حضورك اليوم. يعطيك العافيه. الله يعافيك، ما قصرت. مستمرين معاكم في المشاريع المميزه، ولكن بعد هذا التقرير. مشروع ذا سيركل في اكتوبر عام 2020 بإدارة شباب بحرينيين لهم تجارب وخبرات في مجالات مختلفة، لكن يجمعهم الشغف والإبداع والتميز بما هو جديد. هو صراحة المشروع عبارة عن تجربة جديدة حق احنا مجموعة شركاء شباب بحرينيين، يمكن لنا تجارب في بعض يعني قطاعات ثانية، حبينا نسوي تجربة ذي بحكم انه في نفس ميول هوايه في موضوع الاكل والسيكتر دي من البزنس. اليوم الحمد لله يعني في دعم حكومي، في امكانيات، في مؤسسات وايد ساعدتنا ان احنا ندخل في الموضوع. والحلو في الموضوع ان احنا بحرينيين واحنا اللي نجاب المشروع يعني. استطاع مشروع ذا سيركل ان يكتسب شهره واسعه في وقت قياسي بفضل فكرته المميزه والفريده من نوعها. ولاقت الفكرة استحسان العديد من الناس. ففكرة الفرنش توست متعارف عليه انه هو سويت، والمالح منه متعارف عليه ريوق، يعني نادر تشوف اللي هي واجبة كفرنش توست. فجينا هني الشباب الله يعطيهم الصحة والعافية طوروا من الفكرة من البريد نفسه، يعني الخلطة للدب للتوبينج للأنواع يعني. وحين قاعد نتاخر ان احنا ننزل اطباق اكثر على اساس ان احنا ما نبي ننزل شيء الا متاكدين ان جودته عاليه وانه يلاقي اعجاب ان شاء الله زباين. تتنوع قائمه الطعام في ذا سيركل لترضي جميع الاذواق. اطباق احنا حاليا عندنا اربع اصناف مالح وصنف سويت، ان شاء الله قريب راح يزيدون الاربع اصناف المالح. عندنا التوب سيلر مالنا اللي هو السيجنتشر اللي هو اللحم البريسكت،
وتميزنا احنا حتى في السايد، يعني الناس في العاده السايد يكون فرنش فرايز، احنا نزلنا بكونسبت جديد اللي هو الماكن تشيز. والطبق الثاني عندنا اللي هو البحري الاوشن توست اللي هو السالمون والكراب، ومعه صوص خاص مالنا شوي ليموني، وفي بعد اشياء اسرار ما نقدر نقولها. والسايد مالنا بعد الماكن تشيز فيه، وعندنا الهوت دوغ. حتى الهوت دوغ اختياره يعني شركه معينه مو متوفر وايد في السوق، فاذا بتذوق هني بتعرف انه شيء طعم جديد يعني. واخر شيء عندنا الخفيف التشيزي توست، عباره عن نوعين لثلاث انواع من الجبن وجودته عاليه. والسايد مالنا التشيتوس والهالابينو، والسويت مالنا اللي هو الفرنش توست مع البلجيم شوكليت والكرملايز هيزلنت. مشاهدينا بنتعرف اليوم على مشروع تميز بالطابع الفرنسي، معنا عبد الله مطر صاحب مطعم ذا سيركل. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا الشيخة. في البداية بنتكلم عن فكرة مشروعكم، شلون بدأت، شلون فكرتوا فيها؟ وللأمان احنا عندنا طبعا من قبل من 2016 اشتغلنا في السويد، ما جربنا سوق المالح. عندنا فرعين، فرع في عراد، فرع في الرفاع. هالمرة حبينا نطلع بالتراك، وعندنا فود تراك بس ما استخدمناه للأمانة وايد، حبينا نطلع فيه بصورة جديدة، حبينا ندش سوق المالح. حاولنا شوي نتغير عن مثل ما تقولين يعني الشيء حاليا المعتاد وايد، وما نقلل منه بالعكس، بس السوق ما شاء الله مليون برجر، مليون فرايز الحين، مليون صح. كورن، فحبينا نطلع بطابع ثاني، نغير كونسبت، ندش نكسر كونسبت معين. فلما فكرنا صار برين ستورمينج، طرحنا افكار وايد، لما الشباب رسلنا مثل ما تقولين لنقدم الفرنش توست مو بس بالسويت، نطر نيبه بالمالح، فيكون شيء جديد، شيء جديد. فالبيس مالنا اساسنا جديد، وحبينا نتميز بالعجينه مالتنا، العجينه تكون وايد فاخره، ويكون كونسبت جديد لتقديم الوجبات. يعني ما دام انت ذكرت الفرنش توست، دائما احنا مثل ما انت ذكرت ان نشوفها في السويت، نشوفها كريوك، نشوفها يعني شيء مو متعودين عليه كمالح. شنو الشيء اللي تميزتوا فيه؟ للامانه سوينا 5 اطباق، حاولنا نرضي جميع الاذواق. ابدي معاك بالبريسكت. طبعا البريسكت الفتره الاخيره يعني ثقافه البريسكت زادت، صح، صار في اقبال زايد عليها. البريسكت مختلف عن البرجر، فشفناه أنسب شيء نبدي فيه وهو يكون السيجنتشر مالنا، وهو أكثر طبق ركزنا عليه، والحمد لله وهو الأكثر مبيعاً اليوم، السيجنتشر مالنا اللي هو البريسكت بيف، طبعاً مع الباربيكيو سوس، وعندنا سوس من التشيز معين نسويه ونقدمه. طبعاً السايد مالنا مثل ما ذكرنا في التقرير اللي هو الماكن تشيز، فهو الطبق المميز مالنا يعني. وغير البريسكت شنو عندكم بعد من انواع؟ غير البريسكت اخترنا لمحبين البحري السي فود، اخترنا لهم طبق يكون مزيج من السالمون. السالمون مثل ما تقولين سمك راقيه، صح، اي سويناها فينيشينج مالها بالكراب، الكراب ستيكس طبعا، اي، ومع التشيتوز، وفي سوس ايضا خاص فينا تعبوا عليه الشباب يكون كتوبينج مع الليمون. فهذه هاي لمحبين السي فود. بعدين رحنا حق اللي يحبون اشياء خفيفه، سوينا لهم التشيزي لافا. تشيزي لافا مثل ما تقدرين تسمينه 3 تشيز، 3 انواع أجبان من الاجبان الفاخره، ومع شويه بارسلي يعطي نكهه ويعطي مذاق. في طبعا هالابينو، في التشيتوز، والحين الناس تحب سالفه الجبن وتحب تصور. بالضبط يعني. بالضبط، لذلك حبينا نطلعه بافضل برزنتيشن ممكن. والطبق الرابع طبعا هو الهوت دوغ. الهوت دوغ ما يختلف عليه اثنين، دائما الطلب عليه عالي. والطبق الاخير وايدد واحد نزلناه اللي هو التشوكو توست، هذه رحنا فيه مثل ما تقولين على السويت، على السويت، اي، عشان نوضح للناس ان ترى احنا الاوريجينال موجود وبس. ومثل ما تقولين صرنا اول كونسبت في البحرين يطرح الوجبات عن طريق يعني ما في فرنش توست اليوم عندك تيك اواي او درايف ثرو، ما عندك. فهاي 5 اطباق وشغالين في التطوير، يعني زبايننا وايد طلبوا منا الدي اي،
ونعتذر لهم عن التأخير، بس نبي نطلع بأفضل صورة ممكنة. وأكيد أن أنتم لما تطلعون لأفضل صورة ممكنة تمرون في عدة تجارب. بالضبط بالضبط، وهذه اللي شوي لحد الحين مأخرنا، والحمد لله خلصنا 3 شهور، وإحنا حاليا يعني هدفنا أن كل 3 شهور يصير فيه التطوير له بسيط في المنيو. اي نعم. وش رأيك اليوم في ضاحية عربات الطعام؟ والله الحمد لله الحمد لله. للأمانة احنا يعني الشيء مثل ما تقولين، اول ما بدينا نفكر في المشروع كنا بنوقفه، طبعا الناس واقفه في الاستقلال، واقفه في السايق، ولا طلع قدامنا مشروع تبع السياحه. صح. والسياحه احنا يعني وياهم من 2017 18 شغالين في اي ايفنت يسوونه، دائما ايفنتاتهم ما شاء الله على مستوى عالي، شغل مرتب، في سكيورتي، يكلمونك قبل لا يجي وقت التحضير، وقت اللي تفتحين يكلمونك وينك عن البوت، وينك عن المكان. فهاي كله يدل في متابعه، في متابعه في كل شيء. في البدايه الامانه كان اقبال قوي، عقب شاءت الاقدار ووقفنا اسبوع، وقفنا 10 ايام، لكن الحمد لله لحد الحين يعني في اقبال، اجواء عائليه، يبون عيالهم وياهالهم، وان شاء الله يعني ان شاء الله يرجع بعد مثل ما بدا اول اسبوعين. لا مو مقصرين الجماعه الامانه، مو مقصرين. يعطيك العافية. قبل أن نختم في سؤال أخير حاب أن أنا أسألك إياه. شلون جذبت الناس حق الأكل أو الفرنش كوزين مثل ما يقولون؟ هذه الشيخة مثل ما قلت لك، يعني هدفنا لاستقطاب الزباين، يعني عشان أحسسهم أن أنا غير، الفكرة لازم تكون مختلفة. يعني هذه مثل ما تقولين كان الطعم اللي أجذب فيه الزباين. كماركتينج اشتغلت، لكن للحين الماركتينج بلان مالي ما خلصته. بديت مثل ما تقول ما تبدين ثقيل، لازم تجربين روحك ستيب باي ستيب. بالضبط. بس الحمد لله كبدايه في فيدباك طيب، لذلك الحمد لله صار في توسع بسيط، وان شاء الله يعني ان شاء الله بنحاول نستمر في ان نتميز، نستمر في ان نحاول نجذب اكبر عدد من الزباين ممكن، نعدهم بالافضل ان شاء الله. ان شاء الله. يعطيكم العافيه وما قصرت اليوم على حضورك، واكيد راح يكون شيء مختلف انتم قاعدين تقدمونه وراح تجذبون الناس. مشكورين على الاستضافه، مشكورين على الاهتمام، وان شاء الله للافضل دائما باذن الله. مشاهدينا راح نرجع حق زينه وراح نشوف وياها سؤال حلقه اليوم الثاني، راح نتعرف وياها عن السؤال وراح نشوف وياها الجوائز والاجواء. راجعين لكم. شكرا لتشوك، طبعا رجعنا لكم من ضاحية عربات الطعام والمكان المخصص حق العربات. طبعا مشاهدينا نفس ما شفتوا ضيوفنا اللي كانوا موجودين معنا في الاستديو، والضيوف اللي بشكل عام نستضيفهم كل اسبوع معنا، كل اسبوع يكون عندنا ضيف متميز عن غيره. كل ضيف او كل عربة طعام تميزت في طابع خاص لها، ان كانت سويت او برجر او حتى الاصابع الدجاج، اي مشروع إن كان، كل واحد منهم تميز بطريقته المعينه، كل واحد لا الناس اللي هي تفضل ان هي تزوره. طبعا المشاريع البحرينيه ككل كلها متميزه، كل واحد عنده بصمه له، وايضا عنده خلينا نقول الثيمه الخاصه فيه. يعني نفس ما احنا نشوف الحين في استاد البحرين الوطني في ضاحيه عربات الطعام، في العديد من الفود تراكس او عربات الطعام، ولكن كل واحده لها ثيمه مختصه فيها، كل واحد يقدم شيء مختلف عن الثاني، وان كان في تشابه في الاسماء او حتى النوع الطبق، ولكن اكيد كل واحد لا اكيد ثيمه ثانيه عن غيره. طبعا احنا نفس ما عرفتوا كل اسبوع نحاول ان احنا نسعدكم ونخليكم مستانسين معنا في هذا المكان ومع برنامجنا مع اسئلتنا الاسبوعيه اللي اكيد نقدم فيها جائزه 50 دينار مقدمه من بي والت ومن بنك الى. طبعا شكرا لهم لهذا لرعيهم لبرنامجنا. طبعا الحين راح نسولف مع احد الموجودين ونشوف ايش رايها في المكان، وايضا نسالها سؤال حلقتنا لليوم. شلونك؟ سلمى الحمد لله بخير. تعرفيني بنفسك؟ سارة. سارة ونعم. سارة أول مرة تجين المكان؟ لا والله جيت من قبل مع العائلة، مكان عائلي يعني، وفي مطاعم مختلفة والجو حلو. هاي أهم شيء، أهم نقطة لنا جو حلو. جربتي المطاعم اللي موجودة؟ إذا إي شنو جربتي؟ شيكت من بنز، وما شاء الله يعني كل برجر عندهم أحلى من الثاني. حلو. هل اليوم ناويه انك تجربين شيء او حاطه عينك على عربه معينه حابه انك انت تجربين الاشياء اللي يقدمونها؟ والله جايين ونشوف، يعني بناخذ فره ونشوف شنو الموجود، نشيك شيء جديد يعني. متاكده انك بتجربين اشياء جديده غير مطعم بند. زين، تعرفين عربه سويت لوكو؟
اي نعم. سؤالنا اليوم راح يكون عن عربة سويت لوكو. سويت لوكو لها طابع متخصصة فيه أو متميزة فيه، شنو الطابع اللي سويت لوكو متميز فيه؟ هل هو الطابع الإيطالي أو السويسري أو الفرنسي؟ إيطالي. متأكدة؟ متأكدة؟ جربي شيء ثاني. فرنسي. فرنسي صح. زين انك غيرتي وما يوتي على الايطالي. عليك بالعافيه، 50 دينار مقدمه من بنك الى. شكرا، ما قصرتي. يعطيك العافيه. طبعا مشاهدينا، لكل اللي هني يجرب مكان، واكيد المرات الجايه راح يجربون مطاعم ثانيه وفود تراكس ثانيين. طبعا مشاهدينا، احنا نحب ان احنا نشوفكم كل اسبوع معانا عشان نستانس معاكم ونسولف معاكم، وايضا تطلعون مستانسين معانا وتحصلون جائزه 50 دينار مقدمه من بيولت وبنك الى. طبعا اكيد استمتعنا معاكم في حلقه اليوم، اتمنى اني اشوفكم الاسبوع الجاي، على امل ان يتجدد معاكم هذا اللقاء كل اسبوع باذن الله. اكيد راح نشوفكم اسبوع الجاي، ولكن الحين الكلمة لك شوق. يعطيك العافية زينة، وأكيد إحنا وياك راح نترقب الأسبوع الجاي، وأكيد راح تكون فقراتنا مميزة مثل ما عودناكم هالأسبوع وكل أسبوع، مع ضيوف مميزين ومسابقات جميلة ومشاريع مميزة. راح نشوفكم الأسبوع الجاي. أهم شيء حطوا في بالكم أن تاخذون كل الإجراءات الاحترازية اللي موصى عليها. خلي المعقم يكون وياكم، الكمام، التباعد الاجتماعي. راح نترياكم الأسبوع الجاي. تصبحون على خير ومع السلامة.